السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا قررت أسرة الشيف أسامة السيد دفنه في أمريكا بدلا من مصر؟ أقيم عزاء الشيف أسامة السيد الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان ومضاعفات كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية حسبما أعلن نجله وسام. وفي وقت سابق أعلنت أسرة الشيف أسامة السيد موعد صلاة الجنازة ومكان الدفن في الولايات المتحدة، حيث كان يقيم الفقيد بين مصر وأمريكا، إذ كتبت أرملته عبر صفحتها بفيسبوك: زوجي وحبيبي وعمري انتقل إلى جوار الله. وصلاة الجنازة الثلاثاء في المسجد بدار الهجرة بعد صلاة الظهر والدفن في المدافن في مدافن العائلة في أمريكا. وكشفت شقيقة الشيف أسامة السيد عن سبب وفاته قائلة: كان يشكو من حساسية على الصدر فضلا عن تراجع مناعته منذ إصابته بفيروس كوفيد-19، وإن وصيته الأخيرة هي أن يتذكره محبوبوه ويدعو له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويحسن إليه. وسر الدفن بقى دفنه في أمريكا، ليه الدفن في أمريكا وما تدفنش في مصر؟ وفي تسجيل صوتي بالعربي قالت شقيقة الشيف أسامة أنه تم دفن شقيقها في الولايات المتحدة بدلا من مصر، نظرا لأن الأسرة بالكامل مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأن والدته مدفونة هناك. والشيف أسامة السيد من أوائل من قدموا برنامج الطبخ في مصر والعالم العربي، إذ بدأ رحلته على الشاشات في برنامج بالهنا والشفاء على فضائية MBC السعودية سنة 1991. رحم الله الشيف أسامة السيد. أنا بصراحة كنت من أشد المعجبين بهذا الرجل، وممكن يكون أثر في تركيباتي من ناحية الطبيخ ومن ناحية الأكل. راجل كان بسيط وراجل كان كويس وراجل كان عالم في هذا المجال، رحمه الله رحمة واسعة. وادعوا له يا جماعة بالرحمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.